احنا للأسف حاليا نعاني من موجة عالية من الإصابات، يعني هذا أسبابه هو عدم التزام بالتوجيهات، عدم التزام بحظر التجوال. يعني عندي حاليا في مستشفى شفاء يرقد ما يعادل يقارب 90 مريض حاليا في مستشفى شفاء، بالإضافة لمستشفى الحلبوسي ومستشفى السلام، يعني الكرفاني ومستشفى السلام، هناك عدد لا غير قليل من المصابين. هذا اللي لاحظناه خلال هذه الفترة، أن معظم الإصابات هي كانت بين المدنيين. كنا قبل في بداية الأزمة الإصابات أغلبيتها هم من الناس الوافدين لمحافظة نينوى. الآن اللي نشوفه أنه المصابين معظمهم من داخل محافظة نينوى، ومتوزع على كل أحياء مدينة محافظة نينوى وليس أحياء بعينها. يعني ماكو حي بالموصل هو ما لاحظ ظهور إصابات من ذاك الحي. يعني أنا أعيب على المجتمع الموصلي، المجتمع الموصلي اللي عهدته الآن جزء منه هو مجتمع مثقف. لماذا هذا الاستخفاف بالتعليمات؟ لماذا هذا يعني أنا ما أقول جهل بالقوانين، يعني هسه تجي تناقش أي شخص يناقشك بمرض جائحة كورونا حتى يشرح لك الأعراض ويعرف. هذا نشوف من الناس اللي تجينا تنطي الأعراض فعلا هو يطلع موجب، إذا هو يعرف شنو هو المرض وطرق انتشار المرض. لكن لماذا هذا الاستخفاف بالقوانين؟ لا أعرف. احنا في بداية الأزمة يعني كان نقاشاتنا في خلية الأزمة، كنا نحدد أوقات لمنع التجوال، كان الراعي الجانب الإنساني اللي أصحاب الدخل المحدود في شرائح قليلة من المجتمع. ممكن تنطي تسهيلات، كان السيد المحافظ يصر على إعطاء تسهيلات لشرائح معينة من المجتمع حتى نراعي الجانب الإنساني من الناحية تحسين الوضع المعيشي يعني بالنسبة لهذه الفئات. لكن اللي نلاحظه هسه الكل غير ملتزمة. أحد المسابح يوم أمس مفتوح الباب على مصراعي، تجمع كبير للشباب، يعني لا سمح الله إذا أكو شخص مصاب ممكن الشخص يأدي له فد 100 شخص. يعني إحنا كما نعرف مستشفياتنا غير مؤهلة بالكامل، إحنا مدينة مهدمة، خرجنا من وضع لا يطاق حاليا. يعني دائرة صحة نينوى تعمل بكل ثقلها. إحنا الحمد لله يعني نوع الإصابات اللي عندنا ليست من النوع الشديد، لكن رغم هذا أكو حالات وفيات تحدث. زين يعني نقدر نقول 80% من الحالات هي حالات خفيفة، لكن لا ننكر أن هناك حالات شديدة، حصلت حالات وفيات نتيجة الإصابات. يعني كان إحنا عدد الدخول اليومي هسه ارتفع عن السابق، فكان يعني حتى الشفاء اللي دا يصير لا يعادل عدد المصابين، فدا يزيد الأعداد عندي دا تزيد. يعني إحنا من بداية الأزمة نقدر نقول أنه دخلت مسلسل، ليس لدي العدد الدقيق بالضبط، هاي إحصائيات موجودة في قسم الصحة العامة، لكن تجاوز اللي 300 مصاب، أكثر من 400 مصاب الكلي من بداية الأزمة، ويمكن العدد أكبر هو موجود إحصائية دقيقة في قسم الصحة العامة، لكن أعداد متزايدة. طيب دكتور، ما هي أسباب ارتفاع الإصابة في المحافظة؟ عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، عدم الالتزام بحظر التجوال، التلامس والاختلاط التجمعات البشرية، هذا يؤدي لانتشار المرض. طيب ما هي الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الفترة في ظل ارتفاع نسبة الإصابات في المحافظة؟ أدعو إلى فرض حظر تجوال كامل ومشدد لمدة لا تقل عن 14 يوم اللي هي فترة حضانة المرض. ممكن أن نكسر هذا الازدياد في عدد الحالات. هل في محافظة الآن تجري داخل المحافظة فحوصات البي سي آر المسحات؟ نعم موجود ومستمر العمل بها، لكن احنا العدد المشتبه به قد يزيد عن الطاقة الاستيعابية. يعني المجهز من وزارة الصحة لا يوازي عدد الحالات المشتبه بها حاليا. ممكن في بداية الأزمة كان العدد متيسر وكنا مسيطرين، احنا اللي حدنا مسيطرين لم نفقد زمام الأمور، ولكن نخاف ما من مستقبل لا يحمد عقبه. طيب ما هو البروتوكول العلاجي الذي تتبعوه في علاج المصابين؟ احنا البروتوكول هو هذا مأخوذ من منظمة الصحة العالمية حسب تحديثات منظمة الصحة العالمية، طبعا تبعا لشدة الإصابة في بداية العلاج، يعني تبعا للأعراض اللي يعاني منها المريض، وحتى يجون بدون أعراض لكن يبقى الفيتامين سي والزنك سيفترايكزون. حالات ديكادرون نعطي الحالات اللي عندهم أعراض تنفسية، ممكن الهيبارين اللي هو الجلوكسان اللي تكون عنده الأعراض تنفسية شديدة، نخاف من التجلط، فتبعا لنوع الإصابة وشدة الإصابة. دكتور، كل هذه العلاجات التي ذكرتها هل متوفرة لديكم أو يعني
لا يوجد نقص لديكم في هذه العلاجات؟ نعم متوفر ولحد الآن ضمن السيطرة. دكتور زين، رسالتك الأخيرة توجهها لأهالي محافظة نينوى. إخواني أهلي وإخواني، أدعوكم للتعاون، أدعوكم للالتزام بمقررات خلية الأزمة. ما نقوم به هو لمصلحتكم. في حالة عدم الالتزام لن يكون هناك شخص بمأمن عن الإصابة. فأرجوكم الالتزام الكامل بالتعليمات.